يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في ثامن أيام المسابقة الدولية للقرآن الكريم بدورتها 19. يتنافس 7 متسابقين، كل منهم يريد المركز الأول في المسابقة. رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الحمد لله, I'm very proud and happy to be here. الحمد لله. It's a well-known competition. It's mashallah starting from the airport. They brought us in very well. Mashallah, the hotel, the food, they provided everything. Mashallah, it was just overall. It was just great, and inshallah, looking forward to coming here, inshallah, with my my siblings, inshallah. والآن أصبح لنا 16 سنة ونحن من الرعاة، ولاحظنا تطورا كثيرا في هذه الجائزة، حيث نرى مستوى المقرئين متعددة. وبهذه المناسبة أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان على حصولها على جائزة دبي الدولية شخصية العام الإسلامي، وهذا يعني جائزة هي أهل لها، ونتمنى للجائزة التوفيق والتقدم في جميع السنوات إن شاء الله. تتشرف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برعاية الجائزة لهذه السنة الدورة رقم 19، وساعدنا كثيرا بسماع أن الشخصية الإسلامية المختارة السنة هذه هي الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها، وهذا اختيار موفق، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر فعاليات هذه الجائزة كل سنة بهذا الانطلاق وبهذا الزخم الذي يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. نشكر القائمين على هذه الجائزة المباركة السنوية التي صارت عيدا سنويا للمسلمين في عامها 19، ونشكر سمو الشيخ محمد بن راشد مؤسس هذه الجائزة، وهذا ليس غريب على قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة المتأصلة في أصول هذه الأمة من قرآن وسنة والمنفتحة على البشرية بحضاراتها وثقافاتها. وللمرة الأولى في العالم استخدمت الجائزة التقنية الحديثة بدلا من الأوراق،
فاستبدلت الطرق القديمة في التحكيم بطرق تكنولوجية ومتطورة تماشيا مع حكومة دبي الذكية. قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه. التقطت كاميرا الجائزة فعاليات السحوبات اليومية والفائزين فيها. يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل. مشاهدينا، وكما عودناكم مع وجه جديد من وجوه التطوع في الجائزة مع مسيرة التطوع. عثمان أحمد المرزوقي، متطوع من الدورة الرابعة، 15 سنة معاهم في الجائزة. طبعا أنا في لجنة العلاقات العامة مجموعة السكن، عملنا ينحصر في استقبال الوفود والسهر على راحتهم وتجهيزهم للاختبارات وتجهيزهم لأي مقابلات أو أي زيارات وتجهيزهم للمسابقات الرسمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وأيضا مغادرتهم بعد انتهاء الجائزة. يا حامل القرآن قد خصك. المسابقة والمنافسة لهذا العام منافسة قوية جدا، ووجدنا أيضا الحمد لله في أصوات جميلة مؤهلة إن شاء الله ومرشحة أن تبلغ يعني المنافسة بإذن الله. الحمد لله في استنفار من قبل الجائزة بكل كوادرها الإعلامية والإدارية يعني لبلوغ يعني الريادة إن شاء الله والتطوير وخطى حثيثة إن شاء الله نحو الصدارة بإذن الله. والجائزة هي يعني بفضل الله عز وجل متصدرة يعني على مستوى العالم الإسلامي، وهي كذلك الجائزة الوحيدة التي لها مقر مبنى كامل يحويها. هي الجائزة الوحيدة التي تهتم بفئات كثيرة من ضمنها المؤسسات النزلاء، المؤسسات العقابية والإصلاحية. كذلك يعني هذه الجائزة يعني نشكر سعادة المستشار الدكتور إبراهيم بوملحة الذي حافظ على طابع هذه الجائزة وصورتها الكلاسيكية مع التطور المضطرد في كل عام. فها نحن نشهد في هذا العام أن هذه الجائزة تحولت إلى جائزة ذكية. مشاهدينا، قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق الله العظيم. ذلك كان شعار المتسابقين منذ بداية المسابقة. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة، لكم تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة 19 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك والروح والريحان. يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الدورة 19 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. من الأول وحتى 20 من رمضان لعام 1436 هجرية، كونوا معنا.